شاهند مقلد بدون او مع كل الاحترام بعيدا عن الالقاب، كمان مريت بتجربه غريبه جدا. من سنوات بسيطه قرينا وعرفنا انه استاذ شاهند مقلد بتقول ابنها اللي بيشتغل في روسيا مفقود، وكان في حاله بحث واحنا استغربنا الموقف جدا. وبعد كده يعني أخذت صدمة من صدمات العمر اللي لا تنسى ولا تمحى، إنه للأسف قتل مغدورا في حادثة. التجربة دي كمان غريبة قوي يا سيدة شان. يعني طبعا كانت مأساة بالنسبة لي، لأن وسيم كان حبيبي، حنية الدنيا فيه، حنية الدنيا فيه. وانا يعني هو كان مولود 7 أشهر، يعني كان قريب قوي مني، يعني هو الابن اللي ملتصق بامه قوي قوي. حتى لما بقى عنده 13 سنة فانا قلت له حبيبي دلوقتي انت بقيت راجل والمفروض تنام في سريرك. فانا قاعدة بقى، هو يعني فات يوم واثنين والثالث، بصيت لقيته جاي لي بيقول لي ماما. قلت له نعم حبيبي. قال لي ممكن انام تحت رجليك يا حبيبي. انا اضطررت ان انا اخرجهم خارج مصر، لان الامن المباحث امن الدوله والنظام في الوقت ده كان ابتدى يعتقلهم. اعتقل ناجي، وفي كل مرحله ثانويه عامه يعتقلوا، فانا حسيت ان حد بيلوي دراعي، فخرجت يعني خرجتهم. كان بيشتغل في روسيا هو؟ لا كانوا طلبه. لا انا قصدي وقت الحادثه. وقت الحادثه كان بيشتغل في روسيا، فراح روسيا. فيعني اضطريت ان انا فارق ولادي، يعني يكتب عليا فراق كل احبائي. كان صعب عليا قوي انهم يفارقوني، لكن الحمد لله، لكن ده قضاء الله يعني. فطبعا كانت كارثه بالنسبه لي. حد بلغك انه في وظيفه جديده متاحه له، فانت حاولت تكلميه؟ الله يرحمه محمد سيد. انت كنت معايا يا منى، انت كلمتيني اظن حبيبتي، انت كلمتيني. كان جزعك يوسف السفير. يعني في محاولة بحث عن شخص مختفي، حاولت تكلميه عشان تقولي له الخبر؟ ما ردش عليا. وبعدين ابتدت بقى زوجته تقول انه انا صحيت ما لقيتوش. وطبعا كانت كارثه بالنسبه لي، انا خدت بعضي وسافرت وتنتني 3 أشهر ابحث عنه. عشان كده انا يعني امهات الشهداء اللي كانوا بيروحوا يدوروا على اولادهم والمفقودين دي، كانت بالنسبه لي يعني انا كنت حاسه بيها قوي. انا كنت كل ما احط لقمه في بقي اقول يا حبيبي يا ابني يا ترى انت بتاكل ولا لا يا ترى. وانا خسيت يعني نزلت حوالي 30 كيلو في 3 أشهر. بعد كده طبعا فوجئت بانه كان موجود، وكان بعد 3 أيام لقوه جثمانه وكده. كانت مأساة، وما زالت انا مش عارفه ملابساتها ايه. ادعي ربنا قبل يعني شكوكك ابتلعتيها جواكي بالظبط كده. بس انا حاولت كل المحاولات اللي ممكنه، يعني انا جبت محامي من هناك، وجبت وبعدين انا يعني لولا انا عملت شكوى من هنا، كل القوى الوطنيه المصريه مضت عليها واترفعت لرئيس الجمهوريه اللي هو حسني مبارك في الوقت ده، ورئيس الوزاره. وهو يعني عشان كده جثمان وسيم ظهر، كان عندهم بعد 3 أيام وعارفين هو فين. انما ما توصلوش للفعل. لا الفعل لسه ما توصل، ما حتى هذه اللحظه ما نعرفش الملابسات، لانه وهو ما عندوش اي حاجه تخلي حد يقتله ابدا ابدا، لانه انسان يعني كل الناس كانت بتحبه، وكان معطاء. الله يرحمه حبيبهم، وبقاله 6 سنين دلوقتي، في 20 يونيو هيبقى 6. الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه ويحسن اليه.
تجاوزت المسألة دي بعد كده ازاي؟ الثورة هي اللي وقفتنا على رجلي. والله والله يوم 25 كنت تهديتي الحادثة دي؟ هدتك الحادثة دي؟ هدتني يعني هدتني تماما، لان انا كنت حاسة اني مش هقدر اقف تاني على رجلي. لكن اول ما الثورة قامت انا كنت في قلبها. يعني من اول يوم، من يوم فجأة، يعني كنا 8 انا ونور وكريمة كنا في المداء في في روكسي، واول ناس اتقبض علينا. ما على طول انت مش هتلحقي تجري يعني، ولو حاولت برضه بتتنسكي. عملوا كرتون علينا ويعني المهم الحمد لله. وهي دي بقى يعني حسيت ان قدامي مهمة اكبر من ان انا اغرق في احزاني يعني. الحمد لله. بس البعيد والقريب والقاسي والداني والحبيب والعدو وقفي جنبك في في اللحظه دي. ده صحيح، ده صحيح. يعني ده الكل صحيح. استحضر بس مشهد الام اللي اعطت كتير جدا ومحتاجه بس مساعده، ابنها مختفي في روسيا. انا سمعت انه الناس كانت يعني لا، كان يعني شعور غير عادي من كل الناس، حوطوني بمحبه واعزاز وتقدير وحب. لا مين ما تنسيش موقفه معاكي في الازمه الكبيره دي؟ صافي نسكر. طب وبتعيطي ليه وانت بتقولي صفيناز كاظم؟ لا ابدا ما فيش حاجه. صفيناز كاظم الكاتبه الكبيره والصديقه، صديقه العمر لاستاذه شهنده، بس مختلفين في الاراء، صح كده؟ مش مشكله. ده تلخيص للموقف يعني. الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، وانا حتني العمر كله لحد ما يستودعني الله يعني الى اكن لها كل حب وتقدير واعزاز. أستاذة شاهين ده مقلد، لو تحبي تلخصي كده رحلتك الإنسانية والوطنية وتبقى السطر الأحدث هو انتخابات الرئاسة، ممكن تقوليها إزاي؟ تلخصيها إزاي؟ أقول إن ربنا بعت لمصر شعب، يعني تمتع الشعب، مصر تمتعت بشعب عظيم، أنتج قيادة عظيمة، في جيش عظيم منوط به انه يحمي مش مصر بس، يحمي المنطقة من المخططات المعادية لهذه المنطقة. مرة تانية، هذه السيدة بعاطفتها كانت صلبة، وبدموعها كانت قوية، وبمحبتها كانت وتد. والحقيقة انه ده مش كلام مجازي. مرة تانية لو رجعنا الشريط لأوله هنلاقي انه ضيفتنا النهاردة هذه السيدة المصرية العظيمة، واحدة من اهم اسباب انه الطوابير في الانتخابات بقت طويلة جدا وتزدان بسيدات مصر، من اوائل السيدات اللي حسوا وحاربوا عشان ستات البلد دي يبقى لها صوت في الانتخابات، هي السيدة شهندة مقلد. كل التحية والاحترام والمحبة اللي تستحقيها يا استاذة شهندة. يا حبيبتي انا بشكرك، انا بشكرك. عندوش القدرة انه يروح المدرسة ويمتحن، يعني يبقى فيه مرض وامتحانات. عايز امتحن في المدرسة. مين أكتر حد بيشجعك؟ ربنا. أنا بذاكر في المدرسة أو في المستشفى بذاكر. قال أنا مالي ومال اللي عنده، دي مش مشكلتي. مش عرفني إن هو ده جواب حقيقي، يمكن الجواب مزور. حاجة من عند ربنا. مش ممكن اروح اقول لهم ده ابني تعبان عشان يمتحن. انت زعلان؟ ها بالكلام يطلع دكتورة بس هيطلع. ايه يا مرهان تقولي ان انت عندك فيسبوك؟ عندك فيسبوك؟